كرام سابع الأشواط يندفع على بركة الله. كأس الشوط الخيل العربية شوط مفتوح الدرجات، هنا نشاهد هذا الشوط مخصص للأفراس عمر الأربع سنوات فأكثر بمشاركة سبعة أفراس عربية أصيلة. هنا نشاهد الصدارة في هذا الشوط، تبدأ مع مثابة الخالدية الثانية ابنة ليث الخالدية بشعار ابناء الامير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، يقودها عبد الله العوفي في هذا الشوط. الفرس الزرقاء البالغة من العمر ثماني سنوات تتصدر السباق في مينينا، وابنة داحس بشعار اسطبل صفوة العاديات مع خالد الميموني تسير الى ثاني المراكز، والمحاولات في المركز الثالث من ميثاء الخالدية التي تحاول الانطلاق، ابنة ليث الخالدية بشعار اسطبلات الخالدية مع عادل الفريدي، فيما نشاهد أيضا محاولات للتحرك من فارس الجازي ابنة إيف البحر بشعار اسطبل الغريفة مع نواف المضياني، فيما نشاهد أيضا تهامية الخالدية ابنة ليث الخالدية تأتي إلى خامس المراكز من الخارج بشكل ممتاز. لا زال السباق لوثابة الخالدية الثانية المتصدرة وميثاء التي تطارد بكل قوة، فيما نشاهد أيضا التحرك قادم من فارس الجازي إلى ثالث المراكز، وهنا الدخول للأمتار الأخيرة، منافسة بين الأفراس. هنا ميثاء الخالدية تنطلق ابنة ليث الخالدية إلى المركز الأول في حضورها السابع، هل ستضيف الفوز الرابع في سجلها والفوز الثالث لها هذا الموسم؟ ميثاء الخالدية تنطلق ونينوى تطارد، نينوى تحاول الانقضاض بقوة، منافسة ما بين ميثاء الخالدية ونينوى، هي الأمتار الأخيرة على خط النهاية. ميثاء الخالدية ابنة ليث الخالدية ثاني الأسماء الأعلى تصنيف في هذا الشوط، البالغ تصنيفها 109.